الفصل الرابع والأخير من المأساة سينتهي هذا الأسبوع. بعد أيام قليلة سأودع الدنيا الجميلة لأرحل إلى عالم مجهول، ربما كان كئيبا مخيفا، ولكن أجمل ما فيه أنك لست فيه أيتها الجميلة الخائنة. وإني عندما كنت أنا قلت مش عايز حد يزعجني. الحكاية دي هقولها 100 مرة، لما أقول مش عايز حد يزعجني يبقى مش عايز حد يزعجني. مفهوم ولا مش مفهوم؟ من فضلك أنا عايز أنظف الأوضة وأغير الفرش، الأوضة بقالها 5 أيام ما اتنظفتش. للأسف الشديد الناس بتهتم بتنظيف كل حاجة إلا أنفسهم القذرة. لما أمشي من هنا بنظفيها.